تمكنت اللجان الشعبية التابعة لأنصار الله بمحافظة إبل يوما وبالتعاون مع المواطنين من إلقاء القبض على أحد مروجي العملات المزورة أثناء قيامه بشراء أغنام في أسواق المواشي بالمحافظة. هذا وقامت اللجان الشعبية بعد تلقيها بلاغ بوجود مروج لعملة مزورة وبحوزته 50,000 ريال، قامت باقتياد المتهم إلى إدارة الأمن للتحقيق معه ومعرفة مصدر العملة المزورة التي تهدد الاقتصاد الوطني. قام اشترى منه بعض الغنم بأسعار المزورة، وعندما تم إبلاغنا توجهنا للقاء القبض عليه، والآن أتينا به إلى إدارة الأمن.